الحصة اللي فاتت بدأنا في منهج الهندسة، وخدنا أول حصة في الهندسة اللي كانت بعنوان خلاص بقى بدأنا نتكلم مفاهيم هندسية. مفاهيم هندسية، في المفاهيم الهندسية خدنا بعض الأساسيات، خدنا بعض الأساسيات اللي متعلقة بعلم الهندسة زي الشعاع والخط المستقيم والقطعة المستقيمة والمستوى. هعيد تعريفهم بالكامل بشكل شفوي، فخلي بالك معايا وانا براجع على المفاهيم دي. اول مفهوم خدناه هو مفهوم القطعه المستقيمه. القطعه المستقيمه، القطعه المستقيمه هي الخط الواصل بين نقطتين. لو عملنا نقطتين في المستوى ووصلناهم سواء كان اسمهم الف وب او جيم ودال او اي اسماء، خد بالك الف وب دي اسماء فرديه، مش معنى ان كل قطعه مستقيمه اسمها الف ب، لا لا، دي اسماء فرديه ممكن تتغير، ممكن باي حروف. تمام. فالقطعة المستقيمة لو جينا نعرفها هنقول هي الخط الواصل بين نقطتين لها نقطة بداية ولها نقطة نهاية. إذا يمكن قياس طول القطعة المستقيمة، يمكن قياس طولها بالمسطرة 5 سنتي 4 سنتي 6 سنتي على حسب ما تطلع. كمان عرفنا مفهوم ثاني اسمه مفهوم الشعاع. مفهوم الشعاع، الشعاع هو قطعة مستقيمة ممدودة من أحد طرفيها إلى ما لا نهاية. يبقى الشعاع له بداية وليس له نهاية. كمان عرفنا الخط المستقيم وقلنا إنه هو قطعة مستقيمة ممدودة من طرفيها، مش من أحد طرفيها، من طرفيها إلى ما لا نهاية، ليس له طول محدد، ليس له بداية وليس له نهاية. وطبعا العلامة بتاعته بسهمين من هنا ومن هنا. أما الشعاع علامته سهم واحد، أما القطعة المستقيمة علامتها قطعة ما فيهاش أسهم لا من هنا ولا من هنا. كمان أخذنا المستوى اللي مش موجود في الكتاب المدرسي. المستوى هو مجموعة لا نهائية من النقاط المستوية الممدودة من جميع الجهات إلى ما لا، زي ما قلنا إن الصبورة دي مستوى، وإن الحيطة دي مستوى، وإن الترابيزة دي مستوى، والسقف ده مستوى، والباب مستوى. كل ما هو مستوي هو مستوى. النهاردة معانا مفهوم جديد في المفاهيم الهندسية، والمفهوم ده هو اللي مكمل معانا، المفهوم ده هو اللي صاحب الأهمية كلها في الدرس دوت، اللي هو الزاوية. الزاوية. يبقى النهاردة بنت معنا هندسة، مكملين إن شاء الله في الهندسة، بس النهاردة هنتكلم خصيصا عن الزاوية. تعالوا في البداية نحاول نوضع تعريف للزاوية. إيه الزاوية دي كمان؟ دي عبارة عن إيه؟ لو إحنا افترضنا إن عندنا هنا إيه ده اللي أنا رسمته ده؟ ماشي، بس واحدة واحدة. إيه اللي أنا رسمته ده؟ خليكي معايا خطوة خطوة. شعاع، صح كده؟ ورحت راسم شعاع آخر اتحد مع الشعاع ده واشترك معاه في نفس نقطة البداية. فين هي نقطة البداية؟ نقطة البداية ايش؟ احنا قلنا الشعاع له بداية وليس له نهاية. فلو قلنا ان دي نقطة البداية واشترك مع شعاع آخر في هذه نقطة البداية تكونت زاوية بين الشعاعين. يبقى لما يتكون زاوية، يبقى إذا لما يكون في شعاعين، لما يكون في شعاعين مشتركين مع بعض في نفس نقطة البداية هيعملوا ما بينهم زاوية، اتحادهم هيعمل زاوية. هل هذين الشعاعين مكونين زاوية ولا لا؟ لماذا؟ لأنهم مش مشتركين. جميل، لأنهم مش متحدين أو مش مشتركين في نفس نقطة البداية. ده أهي نقطة بدايته وده أهي نقطة بدايته، بعاد عن بعض. إنما الاثنين دول ليهم نفس نقطة البداية، يبقى دول يكونوا زاوية، أما دول لا يكونوا زاوية. يبقى تعالوا نعرف الزاوية فنقول الزاوية هي اتحاد شعاعين لهما نفس نقطة البداية. يبقى الزاوية هي اتحاد شعاعين لهما نفس نقطة البداية. عايزين نعرف الزاوية اللي قدامنا دي ازاي نقرأها. لو الحرف ده اسمه ألف والحرف ده اسمه ب والحرف ده اسمه الحرف ده اللي اسمه ب بنسميه رأس الزاوية. يبقى رأس الزاوية هي النقطة، نقطة البداية المشتركة اللي اشترك فيها الشعاعين، هي رأس الزاوية. طب والشعاع ده والشعاع ده اسمهم ايه؟ ضلعي الزاوية. ضلعي، الياء هنا ياء المثنى. يبقى الشعاعين بتوع الزاوية اسمهم ضلعي الزاوية. يبقى ضلع زاوية او ضلع زاوية.
والنقطة اللي اشتركوا فيها نقطة البداية اسمها رأس ايه؟ رأس الزاوية. يبقى الزاوية ضلعين وإيدية. لما أجي أقرأ الزاوية أقول دي عايز أعرفها، أقول دي زاوية كذا، أقرأها من أحد أطرافها، من أحد أطرافها، فأقول دي زاوية ألف ب جيم، أو أقول دي زاوية جيم ب ألف، أو أقول زاوية ب ب بس. يعني ممكن أقرأها من أحد أطرافها سواء من الاتجاه ده أو من الاتجاه ده، أو ممكن فقط أقرأها برأسها فقط. يبقى الزاوية اللي قدامي دي أقرأها إزاي؟ أول حاجة تعمل العلامة دي. إيه العلامة دي؟ دي علامة الزاوية. خد بالك إن إحنا في الهندسة في بعض الرموز بتوفر علينا الكتابة، بعض الرموز توفر علينا الكتابة. يعني إيه؟ يعني مش لازم تكتب زاوية، لا، يكفي إن أنت تعمل إيه؟ العلامة، أو القطعة المستقيمة، أو الشعاع، أو الخط المستقيم، أو ينتمي أو لا ينتمي، أو جزئية أو لا جزئية، أو يساوي أو لا يساوي. كل دي رموز تستخدم لتوفير الكتابة بدل ما أقعد أكتبها بالعربي. يبقى إذن الرمز ده هو رمز الزاوية. خلينا نقول دي الزاوية اسمها إيه؟ اسمها زاوية، تفضلي، زاوية ب، صح، أو زاوية ألف ب جي، أو المهم ان رأس الزاوية لازم تكون في النص. رأس الزاوية وانت بتقرأها لازم تكون فين؟ في النص. ركزي يا بنتي معايا، ما تسرحيش، تسرحيش يا بنتي، ركزي. يبقى اذا الزاوية ممكن تقرأ بكم طريقة؟ بثلاث طرق، من الاتجاه ده او من الاتجاه ده او بالرأس فقط. المهم لما بتيجي تقرأ الزاوية بثلاث حروف، الزاوية تجري بثلاث حروف او بحرف ايه؟ واحد، بحرف واحد اللي هو رأسها. ثلاث حروف تجيبها لي من طرفها بك، ألف وتخلي الرأس في النص ب، وبعدين الطرف الآخر، أو جيم وتخلي الزاوية في النص وبعدين الطرف الطرف الآخر، تمام كده؟ طيب الزوايا دي يا أستاذ دلوقتي يعني إحنا عايزين نعرف صحيح في وسيلة تانية كتبت الزاوية، بصوا ألف ب جيم، وما تعملش العلامة بتاعت الزاوية في البداية، تعملها على رأس الزاوية كده كأنها تمانية كده، برضو تعبير صحيح، برضو تعبير صحيح. الزوايا دي يا أستاذ لها قياس، لها قياس، اللي بنستخدم في قياسه الأداة اللي هي المنجلة. طب قياس الزاوية ده يعني هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن إيه؟ ممكن قلم كده بعد إذنك. لو افترضنا إن ده شعاع وده شعاع، راح الشعاعين اتحدوا مع بعض واشتركوا مع بعض في نفس نقطة البداية، كده كونوا إيه؟ الزوايا دي بتتقاس ب، احنا عارفين يا استاذ الاضلاع بتتقاس بالسنتي، 2 سنتي 4 سنتي باستخدام المسطره، انما الزوايا بتتقاس بوحده اسمها الدرجه. وحده اسمها ايه؟ درجه. طب الدرجه دي يعني القياس ده بيبقى عباره عن ايه؟ القياس هنا، اهدوا، القياس هنا هو مقدار الانفراج بين الشعاعين. الشعاعين كل ما المساحه ما بينهم توسع قياس الزاويه يزيد، وكل ما المساحة ما بينهم تقل قياس الزاوية يقل. إذن مدى الانفراج بين الشعاعين هو القياس. يعني الزاوية دي قياسها أقل من الزاوية دي، وهم الاثنين قياسهم أقل من الزاوية دي، وهم الثلاثة قياسهم أقل من الزاوية دي. يبقى كلما يزيد الانفراج يزيد قياس الزاوية، وقياس الزاوية بوحدة اسمها الدرجة. اسمها إيه؟ الدرجة. اسمها الدرجة. يعني الزاوية دي ممكن تبقى 60 درجة، 70 درجة، 80 درجة، 90 درجة، 100 درجة. يبقى الوحدة اللي بنستخدمها لقياس الزوايا هي الدرجة. وحدة قياس الزاوية هي الدرجة. بس خد بالك في وحدات كمان أقل من الدرجة، في وحدات أقل من الدرجة. أنت جيت الحصة اللي فاتت، ايوه جيت الحصه اللي قبليها، جيت الحصه اللي قبليها، انت كنت مسافره ولا ايه؟ كنت مسافره؟ يا عم خلاص، عشان انا مش حاسس ان انا شفتك خالص، حاسس ان انا شفتك كده كام حصه وبعدين ما شفتكش تاني، فخلاص بقى الدراسه ابتدت والمدارس ابتدت، فنلتزم مع بعض خلاص. يبقى اذا الزاويه بتقاس بوحده الدرجه، بس زي ما بقول في وحدات اقل من الدرجه تستخدم ايضا لقياس الزوايا. ايه بقى هي الوحدات دي؟ احنا عندنا
لما تكون مسافة بعيدة في المسافات بنقيسها بالكيلومتر، مسافة صغيرة زي الأوضة دي نقيسها بالمتر، القلم ده سنتيمتر، حاجة صغيرة خالص مليمتر سن القلم مثلا. يبقى إذن الوحدة الواحدة بيبقى فيه وحدات أقل منها. أهو الدرجات زي القصة دي، الزاوية بتتقاس أي نعم بالدرجة، بس في وحدات أقل من الدرجة اللي هي الدقيقة والثانية زي الساعة. لا فهمتوا ثانية دي بتاعت أحمد زويل، دي في الـ في الـ في الـ في الـ في مجال الذرات والنواة والكلام زي كده، إنما زيها زي الوقت يا ريتاج. أكبر وحدة لقياس الزاوية هي الدرجة، والوحدة الأقل منها هي الدقيقة، والوحدة الأقل منها هي الثانية، بس ما فيش وحدات تانية. طيب كل وحدة بتحتوي على كم من الوحدة الأقل منها؟ 60. زي الساعة، الساعة فيها كم دقيقة؟ والدقيقة فيها كم ثانية؟ 60 ثانية. أو ده الدرجة زيها بالضبط. الدرجة الواحدة فيها 60 دقيقة، والدقيقة الواحدة فيها 60 ثانية، وهم دول وحدات قياس الدرجة الزوايا. اللي أشهرهم وأكبرهم مين؟ طبعاً الدرجة نفسها دي الأشهر. طيب يبقى وحدة قياس الزاوية هي الدرجة، ولو قلنا الوحدات القليلة كمان والدقيقة وإيه كمان؟ بص الزاوية دي مع حاضر، لا لسه دي ما خدناهاش، خلينا في قياس الزاوية الأول. أنا قست الزاوية دي بالمنقلة وعايز أقول قياسها كام يا أستاذ، بكتب قبلها حرف إيه؟ للدلالة على كلمة قياس باللغة العربية. يبقى أنا مش هكتب قياس ومش هكتب زاوية، أنا مش هكتب كل الرموز دي، كلها كرموز، كلها كرموز. اتفضل. يبقى إذن حرف القاف ده معناه قياس زاوية به يساوي، نشوف القياس اللي جبناه. بص أنا هفترض القياس ده كده، إيه دي؟ 31 درجة. يبقى علامة الدائرة الكحكة اللي من فوق دي هي الدرجة، عاملة زي السكون في اللغة العربية في التشكيل. ايه ده؟ ايه دي كمان؟ دي ما هو دي الدقيقة، الوحدة اللي أقل من الدرجة. هقول لك والله اصبري علي. يبقى كده أقرأ هدي أقول ايه؟ 31 درجة 44 دقيقة، ادي علامة الثانية عاملة زي التنوين كده. يبقى دي عاملة زي السكون، ودي عاملة زي الفتحة، ودي عاملة زي التنوين، كلهم زي التشكيل في اللغة العربية. يبقى أقرأ دي ودي وأقول 31 درجة 44 دقيقة و52 ثانية. حلو الكلام، خدوا بالكم من دي. افرض قياس زاوية معينة كان 58 درجة و60 دقيقة. خدوا بالكم، احنا قلنا من شويه ان الدرجه الواحده فيها 60 دقيقه، صح كده؟ الدرجه الواحده فيها 60 دقيقه. فلو الدقائق مكملين 60 مكملين 60 يزودوا الدرجه، يزودوا الدرجه واحد، لان ال 60 دقيقه بدرجه واحده. يبقى اذا في المساله دي ال 60 دقيقه دول يعملوا درجه واحده فيخلوا دي كام؟ 59 درجة. يبقى لو الدقائق كملت 60 تزود الدرجة واحد، ولو الثواني كملت 60 تزود الدقائق واحد، وهكذا. نعم؟ بتاعت التقريب، زي الجزئية بتاعت التقريب، الأكبر من خمسة أو الخمسة بيزود واحد. صحيح صحيح يا منة. يبقى إذن أنا عندي الزوايا بأي وحدة قياس تقاس بالدرجات والدقائق والثواني، إلا أشهرهم طبعاً مين؟ الدرجات. ناجي بقى الحاجة مهمة جداً جداً جداً، وهي أنواع الزوايا. خدنا الزاوية تعريفها، خدنا وحدة قياسها، دلوقتي هناخد إيه؟ أنواعها. أنواع الزوايا، الزوايا ليها 6 أنواع. ستة أنواع. عايزين منديل؟ حدش معاه منديل؟ مش معاه منديل؟ معاك يا بنتي؟ بارك الله فيك. نعم تمام. شكرا. مين بديكم في إسماعيل معتوف؟ قبل وفاتاش؟ تعالوا نشوف انواع الزوايا. الزوايا يا بنات ليها 6 انواع.
والنبي خليكي معايا للتقسيمه دي. ايه يا استاذ كل المربعات دول؟ دول ست انواع من الزوايا، دول ست انواع من الزوايا، هنذكرهم نوع نوع وواحده واحده. هاتي بس القلم بتاعك معلش ده. قران احنا قلنا ان قياس الزاويه بيعتمد على مدى الانفراج بين الشعاعين. تخيل ان الشعاعين دول خلاص بك، الشعاعين دول قربوا من بعض خالص لحد ما التصقوا ببعض، انطبقوا على بعض، الزاويه دي قياسها صفر. قياسها لان الشعاعين مش بعاد عن بعض اصلا. مش احنا قلنا ما فيش مسافه؟ مش احنا قلنا ان الانفراج هو اللي بيعمل القياس، وكل ما زاد كل ما القياس كبر. طب ده قل خالص لحد ما لزقوا في بعض، يبقى دي بنسميها زاويه صفريه، قياسها يساوي صفر درجه. وده اول نوع معانا. يبقى اول نوع معانا للزوايا هي الزاويه الصفريه، الشعاع الاول كده والشعاع الثاني منطبق عليه برضو كده. قياسها كام الزاويه الصفريه؟ قياس الزاويه الصفريه يساوي صفر درجه. ما تحركوش خالص، الزاويه الصفريه هتكبر شويه فيزيد الانفراج، يزيد الانفراج بين الضلعين فتصبح زاويه حاده. زاويه حاده، الزاويه اللي بالشكل ده اسمها زاويه حاده. تفضل حاده يا بنات، خدوا بالكم معايا، من اول الصفر 10 20 ترحاد ب 40 50 60 70 80 لا ما تكملش 90، لانها لو كملت 90 هتدخل في نوع ثاني. نعم، لا مش منفرجه، تبقى قائمه. يبقى الزاويه الحاده من اول الصفر لغايه 90 بس ما تكملش 90، لا مش 80، ممكن تبقى 85 86 89 ونص، انما ما توصلش 90، لانها لو وصلت في 90 دخلت في نوع ثاني. يبقى الزاويه الحاده ادي شكلها يا اخوانا، ادي شعاعها وادي شعاعها، بقى في مسافه ما بينهم، بعدوا عن بعض، ما بقوش لازقين في بعض زي دي، بس ما توصلش انها تكون بالشكل ده، لان بالشكل ده هتبقى قائمه. يبقى الزاويه الحاده قياس الزاويه ساعتها خد بالك اكبر من صفر بس اقل من 90، ما تكملش 90. يعني ايه؟ 40 23 50 89 ونص 89 و9 من 10 برضه دي حاده، المهم انها ما تكملش. نعم، ان شاء الله لو حد فاضل ثانيه مش درجه، يعني بصي 89 درجه و59 دقيقه و59 ثانيه، اللي انا قلتها دي فاضل لها ثانيه واحده وتبقى قائمه ولكنها حاده ما دام ما كملتش 90 بالظبط. مين تجيب لي مثال لزاويه حاده؟ اي رقم لزاويه حاده؟ 60 70 مثال 50 40 40 49 30 34 52 84 52 درجة و60 و34 دقيقة و50 ثانية. أدي جميل، كل الأمثلة الجميلة اللي جبتوها دي تمام، زوايا حادة. يا أستاذ الزاوية الحادة كبرت، ما عمالة تكبر كل شوي، كبرت 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 لحد ما بقت بهذا الوضع، أصبحت زاوية قائمة، قياسها يساوي 90 درجة بالضبط، لا أكثر ولا أقل. شكلها ايه القائمة يا أستاذ؟ الزاوية القائمة عاملة كده أهو، قائمين على بعض أهو، زاوية قائمة زي الساعة. ودي القياس بتاع الزاوية تساوي 90 درجة. هتلاقي الزاوية القائمة في حياتنا موجودة بكثرة، دي زاوية قائمة صح؟ دي زاوية قائمة، دي زاوية قائمة، دي زاوية قائمة، والباب عامل زوايا قائمة، السيراميك عامل زوايا قائمة، الحيطة عاملة زوايا قائمة، الباب عامل زوايا قائمة، الترابيزة عاملة زوايا قائمة، الصورة النيلة زاوية قائمة، كل الشباك عامل زاوية قائمة. كل الأمثلة اللي قلتوها تمثل فعلا زوايا قائمة قياسها 90 درجة بالضبط.
يا أستاذ الزاوية القائمة حتكبر وحتنفرج زيادة، فتبقى بهذا الشكل تبقى منفرجة. يبقى الزاوية لو زادت عن 90 تبقى منفرجة. طيب يا أستاذ تزيد كده براحتها؟ لا ما تزيدش براحتها، ليها 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 حد. هي دلوقتي قائمة، هي دلوقتي قائمة 90 دلوقتي، زادت تزيد 100 110 120 130 140 150 160 170، ما تكملش 180، تبقى 179.5، 179.9، تبقى براحتها. 179 ودقيقة جبت الشاي انت يعني كده. المهم انها ما تكملش 180. ليه لو دقيقة تبقى 180؟ الدقيقة فيها 60، ده الدرجة اللي فيها 60 دقيقة، الدرجة هي الأكبر يا ريتاش. يبقى احنا بنتكلم هنا عن زاوية اسمها الزاوية المنفرجة. شكلها عامل زي كده يا أستاذ بس انفرجت. أهي. بص كده الزاوية عمالة تكبر. الشعاعين كانوا متلاصقين هنا. الشعاعين بعدوا عن بعض شوية. الشعاعين بقوا قائمين. الشعاعين بقوا منفرجين. يبقى الزاوية المنفرجة، قياس الزاوية المنفرجة أكبر من 90 ولكنه أقل من 180، لأنها لو أصبحت 180 هتدخل في نوع آخر من أنواع الزوايا اللي هي الزاوية المستقيمة. يبقى تعال نقولهم من ثاني. اتفضلي. 179 و10 إيه مالها دي يعني؟ يبقى منفرج. يبقى الزاوية كانت إيه في الأول يا بنات؟ كانت إيه الزاوية؟ صفرية. وبعدين 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 كده بقى، كده بقت عامله زي الخط المستقيم، ما بقتش مكسوره، اتعدلت كده، بقت كانها خط واحد كده، بقى اسمها زاويه مستقيمه، عامله زي الخط. او انتوا عارفين ليه سموها زاويه مستقيمه؟ لانها شبه الخط المستقيم اللي احنا عملناه. مش احنا خدنا مفهوم الخط المستقيم الحصه اللي فاتت؟ اهو الزاويه المستقيمه. لا انت طفتي. الزاوية المستقيمة عاملة بالظبط زي الخط الايه؟ المستقيم، شعاع ممدود من هنا وشعاع ممدود من هنا، دي بنسميها زاوية مستقيمة، ورسمتها عاملة زي الخط المستقيم بالظبط. يبقى الزاوية دي اسمها ايه؟ مستقيمة. شكلها عامل ازاي يا استاذ؟ الشعاعين انفرجوا 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 لغاية لما بيجوا على استقامة واحدة، انبسطوا. مش انبسطوا بقوا فرحانين يعني، يعني من الـ من الـ من الـ من البسط او من يقول لك ايه السجاده ابسطيها يعني افرديها. فالخطين او الشعاعين كانوا في هذا الوضع، فلما استقاموا عملوا زاويه، عملوا زاويه ايه؟ ادي الشعاع الاول، ادي الشعاع الاول. الشعاع الثاني على نفس استقامته عاملين زاوية كأنها نص دايرة كده. زاوية ايه دي؟ مستقيمة، فعلى خط مستقيم واحد. الزاوية المستقيمة قياسها ب 180 درجة بالضبط لا أكثر، هي والقائمة يحمل والسفرية يحملوا أرقام محددة ثابتة. مش بقول لك من كذا لغاية، لا، دية ودية ودية، المثلث ده دية ودية ودية، يحمل أرقام ثابتة، دي 0 دي 90 دي 180. أما بقية الزوايا والتالتة ممكن يكون، يا عم مالك بصفحة كام؟ خليكي معايا على الصبور. صفحة كام؟ مش توصلي للشرح يعني. أيوة يا بنتي، هستخدم المنجل إن شاء الله، مش هستخدم المثلث، استخدم المنجلة في رسم الزوايا. حاضر. ما جبتهاش؟ الحصة الجاية كلكم تجيبوها. الحصة الجاية كل واحدة معاها منجلتها وقلمها الرصاص ومسطرتها وقلمها الرصاص. يوم الجمعة؟ طب نتفق الخميس، ما احنا جايين الخميس. يوم الخميس نتفق إن شاء الله. على حصة الجمعة. على حصة الجمعة. لا يوم الخميس. تمام. يا عم يمكن يحصل ظروف ولا حاجة، خلينا نخلص حد ما نخلصهم إن شاء الله. إيه؟
ربنا يسهل ان شاء الله يا رب. رطابه قوي انت ليه كده؟ يوم الخميس هنتفق على حصه الجمعه ان شاء الله. ربنا يسهل ان شاء الله. الزاويه دي اسمها زاويه مستقيمه، وقياسها يساوي 180 درجه بالضبط. يبقى الزاويه الصفريه والزاويه القائمه والزاويه المستقيمه بيحملوا ارقام ثابته 0 90 180. اما الزاويه الحاده فهي من 0 لغايه 90 فبتحمل ارقام كثيره. الزاويه برضو المنفرجه من 90 ل 180 فبتحمل ارقام كثيره. يا بنتي خليكي معايا، خليكي معايا. نعم ايوه هتبقى مستقيمة. ناجي بقى افرض الزاوية زادت تاني. طب تزيد ازاي تاني يا استاذ؟ ده وصلت لاخرها، كانت صفر بقت حادة، بقت قائمة، بقت منفرجة، بقت مستقيمة. لا ممكن تزيد تاني، تنكسر اللي تحت، تنعكس فتبقى منعكسة. يبقى اذا ممكن الزاوية تكون بهذا الشكل واسمها الزاوية المنعكسة. شكلها كده يا بنات اهي، اهو مش هي كانت كده؟ كانت كده اهي مع مستقيمه، كانت مستقيمه يا بنتي اتكسرت كده. لازم يبقى كده يعني؟ لا، كل دي زاويه منعكسه، من هنا كل ده منعكس. ما دام زودت عن ال 180 تبقى زاويه منعكسه، انما مش لازم تكون كده. ما توصلش للصفر، يعني هي ماشيه من 180 براحتها براحتها براحتها. لا مش تمشي بالسوالب، ما عندنا زاويه سالبه. انا اخدها في اولى ثانوي ان شاء الله تبقى زاويه سالبه، انما هنا في اولى اعدادي كل ثانيه بالموجب تزيد 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 لغايه ما توقف هنا. هنا بقى اللي هتوقف فيه ده اللي هو اللفه الكامله، اللفه الكامله مجموع الزوايا المجمع حول النقطه ب 360 درجه. 360 درجه. يبقى الزاويه المنعكسه قياس الزاويه المنعكسه اكبر من 180 ولكنه اقل من 360 درجه. أكبر من 180 وأقل من 360. مين تجيب لي مثال لزاوية منعكسة؟ مثال إذا أي رقم بس زاوية منعكسة. قولي يا شيماء. 359.9 أقل من 350 فيها منعكسة. ماشي صح يا شيماء، برافو عليك. تفضلي اسمك أنت. ماشي يا منى برافو عليك. اسمك إيه تفضلي؟ سهيلة. قولي يا سهيلة. 250 درجة برافو يا سهيلة. قولي يا مريم. 290 درجة برافو. اتفضلي. 190 درجة زاوية منعكسة. ما انت قلتي يا عم شغلانة. طب قولي ثاني. 300 زاوية منعكسة. اتفضلي. 350 ونص زاوية منعكسة. 110 لا اه ملزيطة هي طماطم هي. 110 110 دي زاوية منفرجة يا فندم، لأن احنا قلنا إن الزاوية المنفرجة قياسها أكبر من 90 وأقل من 180. مش عايزين تهريج. تفضلي. 200 زاوية منعكسة. تفضلي. 225 زاوية منعكسة. تفضلي. 340 زاوية منعكسة. تفضلي. 280 زاوية منعكسة. تفضلي. 190 زاوية منعكسة. تفضلي. 270 زاوية منعكسة. تفضل. اسكتي خالص، اسكتي خالص الكلام. خلاص اذا انا عندي 6 انواع. خلاص بقى يا شيماء ماشي شاطرة يا شيماء. 6 خلاص بقى. تفضلي يا بنتي. لا لسه يا بنتي، لسه يا بنتي بتكلم والله العظيم. عندنا 6 انواع من الزوايا. الزاوية الصفرية، الزاوية الحادة، الزاوية القائمة، الزاوية المنفرجة، الزاوية المستقيمة، الزاوية المنعكسة. أقولهم واحدة واحدة بقياسهم. الزاوية الصفرية قياسها صفر درجة. تفضلي. أي زاوية معناها لازم يكون أي ثلاث زوايا ب 180 مش 360. بقول لك 180 في المثلث. الزاوية ما الزوايا والله. أتكلم على الزوايا. مش المثلث فيه ثلاث زوايا مجموعهم 180. ثاني انواع الزوايا وقياساتهم. الزاويه الصفريه قياسها صفر، الزاويه الحاده قياسها اكبر من صفر واقل من 90، الزاويه القائمه قياسها 90 درجه بالضبط،
الزاوية المنفرية قياسها أكبر من 90 أقل من 180. الزاوية المستقيمة قياسها 180 درجة. الزاوية المنعكسة قياسها أكبر من 180 وأقل من 90 درجة وأقل من 360 درجة. ناس دلوقتي بقى السؤال الأصعب. أنا كنت بقول لك هاتي لي زاوية منعكسة وأنتوا تقعدوا إيه تقولوا كلكم، إنما السؤال أصعب إن أنا أديك رقم الزاوية وأنتوا تقولي لي دي حادة ولا منفرجة ولا مستقيمة ولا منعكسة. طيب هسأل مجموعة من الأسئلة، مجموعة من الأسئلة. أمسح ده؟ طب أنا هسأل كل واحدة بدورها، كل واحدة بدورها. زاوية قياسها 91 درجة. إنه لا هاخد من هنا. نوعها إيه؟ 91 درجة. نوعها إيه؟ منفرجة. برافو عليك. زاوية قياسها 189 درجة. نوعها إيه؟ يا عمي ما حدش يتكلم غير اللي بيجاوب. ما تخلاش عصبك. فضل يا بنتي. 189 قياسها ايه؟ منعكسة. برافو عليكي. زاوية قياسها 90 درجة بالضبط. نوعها يا عم خليه بينك. لسه مزعج معاهم عشانك. تروحي تجاوبي في دور زميلتك. فضل يا بنتي. قائمة. برافو عليكي. زاوية قياسها 0 درجة. نوعها ايه؟ صفرية. زاوية قياسها 35 درجة. نوعها ايه؟ 35. 35. 35 يا منى. نوعها ايه؟ 35 منفرجة. مش الزاوية الحادة. الحادة قياسها من 0 لغاية 90 اكبر من 0 واقل من 90، والرقم 35 هذا اقل من 90، يبقى 35 زاوية حادة. صح. زاوية قياسها 180 درجة. نوعها ايه؟ مستقيمة. برافو عليكي. زاوية قياسها 93 وستة وعشرين دقيقة. نوعها ايه؟ ليه؟ ليه؟ بقول لك 93 حادة. ده لسه قايلين ان الحادة اقل من 90. 93 منعكسة. منعكسة مستقيمة. مطماطم منفرد. ما حدش يرفع ايده ويقول انا. ما حدش يرفع ايده ويقول انا. كل واحد بيجاوب في دوره. مش عايزين دوشه، مش عايزين دوشه. اللي مش عارف اللي بعده هيجاوب. ما حدش يرفع ايده وما تعملوش دوشه، ما تعملوش دوشه. اللي قياسها 93 يا بنتي بما انها اكبر من 90 فهي زاويه منفرجه. زاويه قياسها 89 درجه. نوعها ايه؟ ايوه ادي التقسيمه قدامك على السبوع. ما لو التقسيمه مش قدامكم عارف. يا بنتي يا بنتي خلي زميلتك لو ما عرفتش خالص اخليك تجاوب. عارفه يا بنتي 89. قول يا بنتي اجابتك. زاويه حاده. برافو عليكي، لان ال 89 اقل من 90 درجه. يا بنتي زاويه قياسها 300 درجه. نوعها ايه؟ انتوا عندكم مرض يعني؟ رفعان اليد ده مرض؟ مش احنا بنقول ما حدش هيجاوب في غير دوره؟ ماشي معلش ما تنسوش تاني. قياسها ايه يا بنت؟ نوعها ايه الزاويه دي؟ لا ما قالتش، ما سمعتهاش. خليكي في حالك. قياسها ايه يا بنتي؟ نوعها ايه؟ منفرجه؟ لا منعكسه. منعكسه نوعها منعكسه. ركزي معايا. زاويه يا بنتي قياسها 350 درجه. نوعها ايه؟ منعكسه. برافو عليكي. زاويه قياسها 100 ركزي معايا 179 درجة و60 دقيقة. نوعها ايه؟ الله ينور عليك. برافو برافو. بس انا قلت كان 179 درجة يا استاذ كده منفرجة و60 دقيقة. احنا قلنا ان ال 60 هنحط واحد ال 60 دقيقة. برافو عليك. ال 60 دقيقة تعمل درجة واحدة، يعني من الآخر الستين دقيقة دول بدرجة، فلما تزود دول ال 179 هيبقوا 180، فتصير زاوية مستقيمة. صحيح. زاوية قياسها 54 درجة. نوعها إيه؟
هذا برافو عليك، زاوية قياسها 83 درجة نحي حادة، زاوية قياسها 183 درجة منعكسة، برافو عليك، زاوية قياسها 89 درجة و59 دقيقة و60 ثانية، نوعها ايه؟ انت نسيتي اكتبها لك، 89 درجة 59 دقيقة 60 ثانية، نوعها ايه؟ قائمة، الله ينور عليك، برافو برافو يا عم، ازاي قائمة ازاي؟ دي يا استاذ 89 اقل من 90، ما هو 60 ثانية حتدي درجة فتروح ودي تزيد درجة تبقى 60، فالستين دقيقة حتدي درجة فتدي دي فتبقى 90، يبقى الحكم النهائي إنها زاوية قائمة، برافو عليك، زاوية قياسها 1 درجة، نوعها إيه؟ أيوة يا فندم، 1 درجة حادة، برافو، مدام الصفر، زاوية قياسها، زاوية قياسها، زاوية قياسها 360 درجة، نوعها ايه؟ مش زاوية، لا مش زاوية، ايه اللي مش زاوية؟ لا زاوية، بص 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 بص، دي زاوية ايه؟ دي صفرية، لفت 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 كده ايه حد؟ لفت كده وصلت 90، قائمة، لفت 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 منفرش، لفت وصلت 180 مستقيم، لفت 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 منعكسة 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 منعكسة، راحت كملت 360، ما هو 360 لفه كامله، رجعت لنفس مكانها الاصلي، يبقى نوعها ايه؟ صفريه. يبقى الزاويه اللي قياسها 360، لا يا فندم مش منعكسه، مش منعكسه، ما فيش علامه تساوي هنا، اللي وصلت 360 يبقى لفت لفه كامله ورجعت لنفس ايه مكانها، احنا بنقول هنا اقل من، مش اقل من او يساوي، يا من زاويه قياسها 193 درجه 45 دقيقة، نوعها ايه؟ 45 دقيقة. ايه؟ ايه ده؟ 193 درجة، 193 درجة، 45 دقيقة، قياسها ايه؟ زاوية قياسها 193 درجة 45 دقيقة، نوعها؟ برافو عليكي، زاوية قياسها 100، بس يا زاوية قياسها، زاوية قياسها، نركزي معاي، 179 و65 دقيقة، نوعها ايه؟ يلا جاوبنا على هذا السؤال، 179 درجة الكل يفكر فيه، 179 درجة 65 دقيقة منعكسة، برافو عليك والله يا منعكس، ليه بقى؟ الستين بس دي 65، ركزوا معايا، احنا هناخد من ال 65 دي 60 بس، ليه اشمعنا 60 يا أستاذ؟ لأن الدرجة الواحدة ب 60 دقيقة، يبقى ال 65 دي كبيرة، ال 65 هناخد منها 60 بس تدي لدي واحد، تمام؟ يبقى دي لما تزيد واحد تبقى كام؟ هتبقى 180، وفي لسه خمس دقائق فاضلين هنا، احنا خدنا 60 بالكامل زودناها، بس في خمس دقائق، فالخمس دقائق خلوا الزاويه دي اكبر من 180، الزاويه ما بقتش 180 بس، بقت 180 درجه وخمس دقائق، فصارت اكبر من 180 فصارت منعكسه، برافو عليك. نعم. لو كانت كام؟ لا كانت تبقى مستقيمة، لو كانت دي 60 بس. أي صحيح. زاوية قياسها، زاوية قياسها 89 درجة و59 دقيقة و59 ثانية، نوعها إيه؟ نعم؟ 89 درجة 59 دقيقة 59 ثانية، نوعها حادة، برافو عليكي، لأنها ما كملتش إنها تكون 60، زاوية قياسها، زاوية قياسها 74 درجة، نوعها إيه؟
حادة، برافو عليكي. زاوية قياسها 317 درجة، نوعها منعكسة. كده يبقى خدنا جميع أنواع الزوايا. الحصة الجاية استني يا بنتي عليا.